رأي الدكتور، أول دكتور في المخ والأعصاب عالج مؤمن زكريا، قال رأيه امبارح في صدى البلد عن تأثير اللي الأهل بيعمله مع مؤمن على الناحية العلمية في علاجه. نشوف. والله يا فندم أنا لا أخفي عن حضرتك إن أنا ترددت كثيرا جدا إن أنا لما أتكلم عن المرض أتكلم عن شخص بعينه، ولكن صحيح. لما شفت على الفيسبوك كم الناس اللي ما تعرفش مؤمن إطلاقا معرفة شخصية واللي بتدعي له بإخلاص شديد، وعجبني صحيح. جدا وانت بتتكلمي عن زوجته او عن اللي هي قد ايه اللي هي يعني بيبان معدنها في وقت الازمات، انما كمان بيبان معدن الشخص نفسه طبعا في وقت الازمات طبعا. ازاي انا صامد، ازاي انا راضي، ازاي انا مكمل من غير اي ضجر او اعتراض. وعجبني جدا كمان قد ايه النادي بتاعه اللي هو بيدعمه بكل حب وإخلاص، وده الحقيقة مثل يحتذى لأي جهة أو أي مكان الواحد إدى فيه يبقى المردود بهذا الشكل طبعاً. بهذا الحجم طبعاً. لأنه بيفرق جدا جدا في معنوياتي، وأنا بعتقد أن الواحد معنوياته لما تبقى كويسة بهذا المناعة عنده بيبقى في وضع مستقر أكثر، مفيش شك في هذا، إحساسه بأن كل زمايله وكل الفريق اللي كان معاهم في وسطهم والنادي بتاعه والأهل والأصدقاء والناس اللي موجودة في الميديا كل ده له أثر ضخم جدا جدا عليه وفي التخفيف عنه، وده في أبحاث بتقول كده. الناس برضو اللي في ظروفه يتحط لهم برامج للتأهيل النفسي ومش بس التأهيل الحركي، تقوير العضلات وغيره وغيره، لكن الدعم والتأهيل النفسي حاجة مهمة. والحقيقة الدعم النفسي ما بيبقاش بس للمريض، إنما الدعم بيبقى كمان للكير جيفر، الناس المخالطين للحوالي، لأن هم بيتأثروا بيه جامد جدا ويبقوا محتاجين زي ما هو محتاج بالضبط، لأنه زي ما يقولوا إن فاقد الشيء لا يعطيه. هو بيتحسن دكتور محمود؟ والله يعني طبعا يا إما إن احنا نوقف تطور المرض، يا إما إن احنا نبطأ تطوره، حتى لو كان بيتطور غصبا عننا يبقى بقاش بالسرعة الكبيرة، ولكن حتى الآن يعني منتظرين، وربنا إن شاء الله مش هيخذلنا إن احنا نلاقي الدواء اللي يقدم تحسن أكتر من كده أو شفاء كامل بإذن الله إن شاء الله. هذا حق مؤمن، والحقيقة اللقطة دي فيها اعتداء على حق هذا اللاعب اللي اليوم كله كان جميل بالنسبة له، لكن بإذن الله برضو ما يتركش حد يسرق سعادته وبهجته، العالم كله واقف معاه، أغنية اتعملت له خصيصا وكسرت الدنيا. الأبحاث العلمية يا رب يكون ما دكتور محمود حميدة طبيب المخ والأعصاب اللي عالجه طبعا قال لك اهتمام النادي بيه وفرحته بيه واحتضانه ليه وفي وسط زمايله ده جزء من التأهيل النفسي في العلاج. يا رب يا رب يستمر ويشفي يا رب إن شاء الله بإذن الله يا مؤمن، يكتمل شفاك وترجع لنا على خير بكل قوة إن شاء الله.